بسم الله على بركة الله في حلقة جديدة من حلقات قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرح بنين، نزولا عند رغبة ياسر من الطفيلات في القناة، خصوصا ساكنة العيون اللي كيسولوني من كتشري الخضراء وكيفاش تشريها إلى غير ذلك وش من وقت إلى غير ذلك. اليوم يوم أحد، الساعة تشير إلى 8:30 صباحا. مشيت لرحيبة وتفكرت على أني نسجل لكم فيديو، وقلت علاش لا ما نسجل لكم هذا الفيديو. هذا كنت سجلته نهار الحد، ومنين اكتشفت منين جيت للدار اكتشفت على أن الفيديو تصور، لأن الفيديو تصور بواحد ثقل كأوبسيون عدلها لي ولدي في الفيديو، في الفيديوهات، في الأوبسيون ديال الفيديوهات لا يعري منه. هذا الفيديو هذا او هذا اسمو نعاود له التسجيل ديال الصوت باش يعود واضح، لانه كيف كيبان لكم راه ثقيل. انا هون في الرحيبه كيف قلت لكم نهار الحد، فطرت بكري وجدت مسائلي طبعا في الليل، عرفت شلين خش خاصني في الرحيبه وقيت ورقه داكشي خاصني باش ما نفوت الميزانيه اللي عندي، لانك ملي كتمشي باش باغي تشري لا الخضره كتبقي ماشي شاريه مسائل اللي ما خاصينك، هذا خطأ. كنقبض ورقه طبعا كيف قلت لكم في روتيني ديال نهار الحد، على اني كنقي الثلاجه والخضره كان اللي قربت تخسر، والله بطاطا عندي كنخدم بها اما زعلوك اما المهم كنخدم بها اي شيء باش ما نضيعها، نخدم بها عصير، نخدم بها ياسر المسائل. انا ذكرت لكم هذا الجزء هذا راني وضحت لكم في فيديو سابق ديال روتيني ديال نهار الحد. صافي كنقي الثلاجه ومن طون كنعرف خاصني من الخضره، كيف مثلا لعبت عندي بطاطا والبصله زالوا عندي في الدار، ما كنحاول ما امكن ما نجيب منهم الا شوي، كنقيد النعناع والقزبر الزيتون بعد داكشي، المهم داكشي كامل اللي خاصني في الحيبه كنقيدو باش ما نفوت الميزانيه ديالو، باش ما نفوت تما اللي نشري. كنفطر هي الاولى ونرفد السله ديالي، نزرقها في الوسطى او في السياره، ونرفد الورقه ديالي مع البصام ديالي ونمشي لهذا ونمشي للحيبه. هاد الخضار هذا الطفيلات كنت انا سابقا كنمشي عشوائيا في ما ولاني الخضره كنقيسها، كنت كنقيس واحد الخضار راه في الرحيبه مصادين عليه صحاب الفواكه، دوك صحاب الفواكه كرار صحاب الفواكه اللي غاليين، كنت ضروري كنشري من عندو، كنخرج كنشري الفواكه بثمن غالي. واكتشفت مع التجربه ومع المده اكتشفت انني كنشري الديسير كنشريه بثمن غالي، وهو في حين هو في وسط الرحيبه اسمنتو جد مناسبه، من ثم لغيت هذاك الخضار باش ما تفتحليش الشهيه، من ثم اللي نشري في الفواكه باثمنه، هما نفس الفواكه نفس الجوده نفس هذا، وكنشريها بثمن غالي. علاه؟ لانهم هما في الشارع، واقفين في الشارع ساهلين عليك تقضي من عندهم وتقيمي. اللهم مع التجربه ومع تجربتي مع الخضار، كنقيس هذا الخضار ونقيس هذا ونقيس هذا، اكتشف واحد الخضار الله يجازيه بخير يطول عمره، كيعدل هذا الشيء كيعدل مع الكليان كامل. هذا الخضار هذا، هذا الحانوت هذا اللي كنا عارفين راه ستوك ديال الخضره، ما هو ما كيبيع فيه، لا يحط فيه ستوك ديال الخضره. الخضره كتجي 3 فابارتمون، كتجي 3 ايام بحكم البعد، 3 ايام كتجي الخضره ديال 3 ايام، كتجي عفوا 3 ايام في الاسبوع، كتجي نهار السبت وكتجي نهار الثلاثاء وكتجي نهار الخميس. لذلك انا عاد كنمشي عند الحد في الصبح، انا الرحيبه ما نقيسها في العشيه، وما ننصحكم الطفيلات العشيه كيكون الاكتظاظ والزحام ودحين يضحك، والخضره ظلت في الشمس ظلت في الريح ظلت تقلب من عند الناس. لذلك راكم شفتوا هنايا هو السيد جاي، واحد من هاد الدراري اللي خدامين معاه جاي باش يرفد الكربه ديال الخضره ويمشي يحطها في المحل اللي كيبيعوا فيه بالتسقيف. قلت لكم على اني كنمشي في الصباح لان كتكون خاويه الدنيا، كتشري بخاطرك وكتنقي الخضره ديالك بخاطرك، وبالشور عليك متكايزه، ما مزحمك حد، ما مبرزك حد، ما لك سامعه كلام، ما لك ياسر المسايل. حتى في الطريق انا عندي الرحيبه بعيده، او ما يسمى بالسويقه راه بعيده عني عن الدار، يعني ما لا داعيه تم كل مره ماشيه في الضغط والزحام والامبوتياج، ومشي من هون ومشي من هون ودحين من هون. كنمشي في الصباح نهار الحد كتكون الدنيا خاوية، وكنشري بالشور عليا، كنتقضى هنا، كتشوفوا الخدام العامل اللي مسكين اللي خدام معاه الخضار هذا كيف الكربة وماشي بها، كتشوفوا الفيديو ثقيل لأنه ولدي كيف قلت لكم عدل هاديك لوبسيون، ما عرفت
ما عرفت كيفاش عدلهم، ما فطنت لين كملت الفيديو. قلت خلي تنشوف شي اوبسيون باش نسجلكم، نحيدكم الصوت ديال الفيديو الاصلي، وراني اكتشفته وهي اللي خدامه بها طريق. المهم ما عليه الامر، قلت لكم على اني جيت هون وقعدت وعزلت الخضره ديالي في الشهور اللي باغي نشري، وكيبيع شي فواكه هما اللي جبرت على انه كيبيع فواكه بالجمله، كيبيعهم بثمن مناسب. قلت هنيت مش حاجه اسمها الفواكه الباهظه الثمن ونفس الجوده، كيبيعها مع الخضره. واحد الخطا هنا عندنا يا الطفيلات اللي ساكنه في العيون، على ان الخضره هنا كنشروها بثمن واحد، خضره كامل كنشروها بثمن واحد، وهي في حين بعض المرات كتعود خضره ساويه درهم ونص الى درهم، لانها موسميه وفي وقتها، وحنا كنشروها بثمن كيعدلوا الخضاره. دونك هذه طريقه كيعدلوا الخضاره. ما يمكن باش نحطكم في الصوره بالنسبه للناس اللي ساكنه في، ما يمكن تشري الخضره كل حاجه معزوله كيف ما في باقي المدن، ما يمكن تشري الخضره معزوله، كل خضره بثمنها معزول. هنا في العيون كيخلطوا لك الخضره كامل، رغم انك تكون بعض المرات الخضره موسميه وكتكون رخيصه، الا كيحسبوها لك كيعدلوا، كيقولوا تشوفوا سوق الجمله كيشوفوا الخضره اللي طالعه في السوق والثمن ديال هيك الخضره كيحسبوا به باقي الخضر، وهذا خطأ. وتكلمت مع الخضار فيه قلت كيفاش هذه الحاله، قال لي شيء متعارف عليه ومتداول عليه. هذا غير باش نوضح لكم التفصيلات علاه حنا هنا في اليوم كنشرو الخضره بثمن واحد، هذا هو السبب. ما هو نورمالمون خاصنا نشرو كل الخضره بثمنها، هنا كتجي ولا ما عبرتي الخضره مخلطه بالبصله ببطاطا بكل شيء يقول لك ما نبيع لك، والله يبيع لك بثمن غالي. إذا بغيتي مثلا غير مطيشة يبيعها لك بثمن غالي، إذا كانت كتسوى في ذاك الوقت الخضرة 3 دراهم يحسب لك مطيشة وحدة ب5 دراهم، مفهوم؟ إذا هذا هو اللي بغيت نوضح لكم. مسألة أخرى هنا كنعود جايبة معايا السلة، كيف قلت لكم سلة ديال البصلة وبطاطا وحدها، سلة ديال الفواكه وحدها، وسلة ديال الفواكه وديال سلة كندير فيها الفواكه وكندير فيها مطيشة والخس والفلفلة، هاو الخضرة اللي كتخسر بالعجلة باش ما يجيها ضغط، ما يجي عليها الضغط ديال الخضرة الثانية وتخسر عليا. أنا كنعزل الخضرة عند الخضار واخا غنشريها بنفس الثمن، ولكن كنعزلها كتنظيم باش منين نجي للدار كتعود. مثلا البطاطا والبصلة سلتهم معروفين كيفاش كتحطو في الشبك، يعني سلتها معروفة كنمشي ديرت هاديك الشبك ديال البطاطا والبصلة وكنحطهم فيهم. كنمشي للخضرة ديال الفواكه كنرفد من الفوق، كيكون مطروح الخاص، كيكون مطروح مطيشة، طماط صغير مثلا إلا شريتها، الفلفلة، القرعة الحمراء، دوك الخضر الحساسة اللي كتكون بالعجلة الضغط تنضغط وتخسر، هادو كنديرهم مع الفواكه. وباقي الخضر القاسية كيف الجزر، كيف السطامة والمكوار، كيف الخيار، كيف باقي الخضرة كنديرها في سلة وحدها. هذه هي طريقتي ملي كنشري من عنده الخضره، كنحاول ما نفوت 100 درهم في الخضره، يعني 100 درهم كافيه اسبوعيا. كان قبل نخلي عنده السلم وكنمشي نشري قزبور والنعناع، القزبور والمعدنوس كنشريهم من عنده كيحسب لي الربط ثمنهم مناسب جد جد مناسب. نسيت هنا ما صورتكمش هذاك الجزء، نزيد نصور لكم ان شاء الله مره اخرى في حلقه قادمه. كنمشي نقسم النعناع، كنشري عنده النعناع وما جاوره، وكنمشي نشري الزيتون بانواعه. الزيتون ما كنشريش اسبوعيا، كنشريه موسمي، كنشري ماشي موسمي، كنشري مره في الشهر ولا مره في 15 يوم. اللي نعدل لكم ان شاء الله الحلقه على الزيتون. كنمشي نقسمو الجمله، نشري عند البيض، البيض ما كنشري من عند الكراريس لان الكراريس كيكونوا زايدين الثمن على مول الجمله. كنمشي نشري كاخه ولا فلفلين، وكنرجع نرفد الخضره في الوسط وكنقيم. هذه هي طريقتي في شراء الخضره نزولا عند رغبتكم. نتمنى الصوت يعود واضح، واني بكم. وإلى عجبتكم الحلقه ما تنساوني في الاشتراك وتدعموني، وما تنساوني في التعليق لان التعليق كتهمني بزاف. كنشكر كل من كيمشي لي تعليق وكيمشي لي توضيح وكيمشي لي شكر، هذا الشيء كامل عدلته لكم. واني بكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.